السلام عليكم، معكم مصطفى قناة رفيق الدرب، الدرس 15. نبدأ رقم 4، دورت 4. دورت نحفظ الأعداد، دورت 4، دورت عدد، نحفظ الرقم 4 أيضا. دورت 4، أشهدك الذي في الأسفل، ماذا يوجد في الأسفل؟ كرشك، حرف لار، كرشك. كارشك، المختلطة، تمام، حرف لار، حرف لار، الحروف المختلطة، تمام، حروف مختلطة، لاحظوا كيف هيك حروف مختلطة، إيه، الإي بلفمة، دوزان ديالي. كلمة دوزان تعني نظام، نظام دوزان، دوزان لا فعل تنظيم، دوزان لا يا حماية الألم استكبي لننظم الحروف المختلطة، لننظم الحروف المختلطة التي في الأسفل، هي حروف مختلطة، تمام. ورابطة كلمة لار، الكلمات هي بلفمة على مفهوم به، ياز أظن، ياز فعل الكتابة أظن، لنكتب الكلمات. نبدأ أصول الأحرف المختلطة، المختلطة هون قلم، ك قلم، الصورة الثانية أحرف مختلطة ماسة، ماسة طاولة. الصورة الثالثة سلقي، سلقي مساحة، محاية. الصورة الرابعة قاموس، سوزلوك، سوز كلام، لوك اشتقيناها قاموس، إذا القاموس مشتق من سوز كلام، سوزلوك. الصورة بعد كابي، كابي، كابي باب. الصورة اللي بعدها لوح، طهطة، طهطة، كلمة طهطة تعني لوح وتعني خشب أيضا، طهطة لوح، هون لوح طبعا. الصورة اللي بعدها كتاب، كتاب. الصورة اللي بعدها دفتر، دفتر، تمام، دفتر. الصورة اللي بعدها شنطة، شنطة. والصورة الأخيرة بيل سيارة، بيل، نحن نعرف أن كلمة بيل تعني بيل، بيل فعل العلم، بيلجي اشتقينا منها معلومة، معلومة بيلجي. صاي حقيقة فعل صاي هو فعل العد، صاي فعل العد، صيار صار عداد، عداد معلومات، بيعد معلومات، بيلجي صيار طبعا هو الكمبيوتر، بيلجي صيار كلمة مركبة، بيلجي صيار. انتهينا من السؤال الرابع، ننتقل إلى الدينلمة، الاستماع. دينلمة، دينلمة مشتقة من دينلمة، من دين لا هو فعل الاستماع، دينلمة استماع، دينلمة. ألفاب، ألفاب، ألفاب أبجدية، طبعا في عندنا كلمة نفس الكلمة، خلينا نقول أ ب ج، أ ب ج، تمام، أ ب ج يعني كمان ألف باء، هي نفس الكلمة مرادف. بيش خمسة، نكتب بيش، بيش خمسة. كي يعني نص الدين لما الثاني، دين لا يلم، دين لا يلم، دين لا، يا حماية ألم استكبي لنستمع، و
يظلم يظلم لنكتب. تمام، يظ فعل كتاب تهرون لنكتب. طيب لنستمع ولنكتب، في عنا الآن مجموعة من الصور، احنا وضعنا الصور حطينا الحرف الكبير، نحن ما نكمل نكمل أول حرف بعد نحن نكمل. طبعا الكلمات موجودين هون، نقرأ المترجم. أربة، سيارة، بيبك، طفل صغير، رضيع، جدول أو جدول. تمام، مسطرة، شنطة، دنيز، بحر، الماء، تفاح، فندق، بندق، جوز، عين، حلة، سجادة، اسطبانك، سبانخ، إنك، بقرة، زيتون، فيش، هذا الزيتون، هذا فيش. يعني مثلا لما نروح على بعض المحلات مثلا نشتري فياش، بعدين بنروح نحاسب الفياش. تمام، كوبك، كلب. طبعا في مرادف لكلمة كوبك أيضا مستخدم، وكلمة إيت، كلمة إيت كلب. كوبك، ليمون، مرتبان، درج، نار، رمان، أوتوبوس، باص، أردك، بطة، برتقال، راديو، ساعة، شمسية، طابوق، دجاج، أوتشاك، طيارة، أزم، عنب، فازو، مزهرية، يلدغ، نجمة، زرافة، زرافة. طبعا ننتبه على شغلة، أنه هو الكلمات موجودة، الصور موجودة، بس مطلوب منكم تكتبوا الكلمات. تمام، شكرا كثير لاستماعكم. هون انتهى القسم ب من كتاب الدروس. تمام، في الدرس القادم سنكمل في درس الشرح.